الجمعة 27 سبتمبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. تجمعون تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، وتتابعونا من خلال صفحتنا على فيسبوك سونغون، وتتابعونا كيف كيف من خلال قناتنا على يوتيوب كي سونغون، تتابعونا في اللايف ستريمينغ بالصوت والصورة. تلقاو اللايف بدا تو سويت على قناتنا باش نحكيو على اخر التطورات في الساحة الرياضية في تونس من توا حتى النصف من نص ساعة ونص باش نحكيو معاها فيها على اخر المستجدات مع ضيوفنا اليوم رضا بوراوي. مرحبا سي رضا. مرحبا اخويا سلام، مرحبا بمستمعين اذاعة مسك. احمد صالحي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سلام، ان شاء الله يكون طبق يعني خالي من التشنج ومليء يعني بالدفء والإفادة للسادة المستمعين. مدام سي رضا موجود ومروان إن شاء الله توفى على خيرك. إن شاء الله. مروان تاج، أهلا وسهلا. أهلا بيك سلام، مرحبا مستمعين مشاهدين راديو مسك. شكرا لك مروان. مش نبداو باش نحكيو على نادي الفريق النجم الساحلي، المقابلات نتاع البارح، أيضا ترجي الرياضي التونسي، مقابلات غدوة، برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم. بداية باش تكون مع دربي الساحل. البارح النجم الساحلي كان هزم من جديد مع قدام الاتحاد الرياضي المونستيري بنتيجة 1-0، هزيمة ثانية على التوالي، وبرشا كلام بعد الهزيمة. صح، نبداو فنيا نحكيو على المقابلة. نبدا معك مروان، هزيمة كيف شفتها اللي توال؟ والله اسلام، الحقيقة هزيمة كما نقولوا ما عجبتش جماهير النجم الرياضي الساحلي من حقهم. كما تعرف الديربي ديما يقعد ديربي، عنده نكهة خاصة. رينا النجم الرياضي الساحلي البارح لكونه ما عندوش عزيمه نتاع فريق اللي يحب يربح. بون، فريق جديد اليوم، اول معناتها البارح اول تجربه كما نقولوا مع بعضهم. رينا الحقيقه اكثر عزيمه للربح اللي هو الاتحاد الرياضي المونستيري. نعرفوا الاتحاد الرياضي المونستيري فوق ميدان وصعيب بعد هزيمته من خروجه من الشامبيونز ليج، عارفينه باش تكون ردة فعل نتاع الملعبية كيكة. ممكن البارح الماتش مريناهوش ماتش كبير، حابين نشوفوا أكثر معناتها فرجة، حابين نشوفوا فيه الأهداف. مالغري ما صارش هذا، تبقى إسلام لازم مراجعة للفريق النجم الرياضي الساحلي. عارفين فريق جديد، الناس حسب ما تحكي اليوم لازمك باش تصبر شوية على الفريق هذا، خاطر لينا حاجات ما كناش متعودين بها في النجم الرياضي الساحلي. كي تجي تشوف صحيح جات فرصة في آخر دقيقة ضاعت من عبيد، كي ما تكونش حاضر كونسنتري في ماتش كيما هكاك أكيد باش تلقى روحك في سيتواسيون هذيك وتضيع كورة. مي من الحقيقة ما ريناش حاجة تعجب للنجم الرياضي الساحلي. بون، نرجع لك، الناس الكل تتكلم إسلام اليوم على الفكر نتاع المدرب. ما تنجمش اليوم كيما نقولوا مع ملاعبيه، وحكيت قبل انا واحمد وقلت له اليوم الملاعبيه ذوما صحيح، اليوم انت قامت بانتدابات. النجم الرياضي الساحلي جابوا ملاعبيه ما كانوش كومبيتيتيف، وهذه حاجه تضر الفريق، خاطر تعرف البطوله نتاعنا كي تجي تشوف اليوم الترجي متصدر ترتيبه والنادي الافريقي بعد عليك بسته نقاط، بدايه بعد بدايه بزوز مقابلات عندك صفر نقاط، يظل باش تصعب الامور على السوحليه. تبقى فريق جديد باش نقولوا نصبروا اليوم، مطالبين معناتها النجم الرياضي الساحلي كموسم مئوي على قليله بتيتر. اليوم البطوله ما نحبش انا نتفائل بالخايب، مي اليوم الترجي كي تاخذ عليك سته نقاط اسلام يظل باش تصعب برشا على ليتوال. تبقى مراجعه، ما نعرفوش شنو القادم الايام باش يصير، اسكو باش يقعد المدرب، خاطر اليوم الناس الكل تحكي على المدرب. نجيب المدرب، خلينا في المقابله. تبقى كيما قلت لك مقابله، الحقيقه ما ريناش منهم زوز فرق، ما ريناش كوره كبيره معناتها باهيه. تبقى الفريق النجم لازم المراجعة، وإن شاء الله معناتها النجم نشوفوه في قد الأيام خير. الاتحاد المونستيري سي رضا ظهر قاعد يأكد الفريق هذا ديما إيجالا لويمام، معناها مستوى ثابت رغم الهزيمة والانسحاب من تشامبيونز ليج، إلا أنه الفريق الدارك بصراحة. شوف، خلينا نتكلموا بالمنطق، وصحيح توجع اون دوزيام ديفيت الفريق زي النجم الرياضي الساحلي، لكن توجع صحيح. وكلام مروان يقول لك بون الشامبيونا، اسكو لوبجيكتيف دو ليتوال السنه بالمشاكل لازم نخرج جمعتين او ثلاثه التالي، والتو اليوم ما زلنا نحكيو على المدرب باش نحيو مدرب، وما زلنا نعملوا في الريكروتمون. البارح نتفرج في الماتش، يافي مينيموم مينيموم اقل ما يمكن 60% نتاع الفريق اللي لعب البارح من فيرا الشوات، من فيلي بنشوك، من دقدوق، من هنيت، كلهم جدد. جمعتين التاني مازال تتول تاخذ في ديرك جدد، وكما قال مروان عندهم برشا ما لعبوش. صحيح، دونك هنا صحيح توجع الدوزيام ديفيت صحيح، لكن
اسكون دي صار معناتها تو ليتوال حتى لو تبدا في عز في عز النيفو نتاعها راهو سي با جون سيربريز راهو تخسر مع مسير في مسير ما نزمناش لو نسالني على مسير مسير راهو صعيب ياسر في التيران نتاعها باش تربحها يفو دير لا فيريتي خويا وما عادش مسيره كني نحسبوها لا مسير دخلت توا بارمي لي كاتر لي سانك جران كلوب مسير ولات تنافس على بطوله تنافس على شامبيونز ليغ تنافس على الكاف تنافس يعني يفو يعني نعطيو الحق مع هذا انا وكان جيتي توريست صحيح نتوجع كما قلت انت دو ديفيت لكن يزمني راجع نفسي علاش لي دو ديفيت هذو معليش وفما حاجات صارت اللي خلتني انا ننزم مباراتين متتاليه مباراه الاولانيه مع باجا في سوسه توجع اكثر من هذه ليه لي والشيء اللي يوجع لا في معك معك زاد يفوس باسيونتي يلزم باش تعاون الفريق باش يرجع النجم الساحلي لمكانه الطبيعي وللمستوى الطبيعي نتاعو يلزم ناقف اي سبورتير ساحلي يلزم يقف مع الاداره ويقف مع المدرب توا معناتها توا لتوال شامبيونا بدات في الدوزيام جورني او بعد نهارين باش يلعبوا التروزيام جورني ومازال احمد الداو في شك البارح فريق كامل سمح لي خلينا في الماتش تنجيو موضوع المدرب معناتها توا حتى الملاعبيه تسمع راهو الملاعبيه حتى الملاعبيه يقول لك الحاج انتي ربشي تنحى ودرا شنو دونك هنا الامور مازالت ماهيش ستابل في الاتوال دونك نريضوا شويه نعاونوا شويه الفريق نعاونوا الاداره خاطر الاداره قاعد نشوف فيها قاعده تخدم في خدمه كبيره وين كانت الاتوال عم ناول وين توا سيزون ديبيو سيزون نقدر نقول لك ناجحه نتاع الاتوال اما بون لي ريزولتا ما مشاتش معاها اما من الناحيه السياسيه من ناحيه الامور معناتها تخلص الديون تعمل في دي ريكروتمون راهو سي با فاسيل مروان راهو سي با فاسيل وانا قلت يلزم الناس تصبر شويه على هالوضع هذا نتاع النجم الساحلي شوف سي رضا البارح خلينا نحكيه بصراحه والحاجه اللي قلبك يوجعك كجور نعرفوا اليوم في بدايه موسم صحيح معناتها زوز مقابلات اليوم حمادي الدو ولا كلكسوا زبير بي ما عندوش العصا السحريه اليوم باش يبدل لك فريق وانا قلت لهم 2% قوية احسن تيتر للنجم الرياضي الساحلي اللي هو كما نقولوا خلص الديون نتاعو هذا اهم حاجه اليوم خاطر الفريق باش يرجع وبقدره ربي معناتها الفرق الكبار يمرضوا ما يموتوش ديما نقولوها الحاجه الاغرب البارح اللي في المباراه اسلام اللي ريتها اليوم تنجم تتصلح طول المده بالماتشوات نعرف الكاليتي التكنيك اللي عند الملاعبيه لازمهم شويه وقت عارفينهم هذايا باش يجي الوقت وليتوال باش تفوز وباش تخسر وكل شيء من الحاجه اللي مش باهيه ريتها اللي كونه الملاعبيه ما فما حتى رده فعل اليوم راي اسمعني راهو مش المدرب باش يزرع لك الروح واللونفي والربح اليوم كي تسجل هدف مارينا حتى رياكسيون ريت ملاعبيه باردين في التيران هذا اللي يقلق اليوم اللي في النجم الرياضي الساحلي راهو يا سامحني الملاعبيه اسمعني المدرب راهو مش يزرع لك الجرينتا والربح راهو اسكو يزرع لك البريباراسيون عملوا البريباراسيون هذوما الملاعبيه يا مروان عايش خويا نحكي لك الملاعبيه يا مروان لا نحكي على الروح لونفي هذا نقول لك حاجه التكنيك والتكتيك يتصلح راهو لونفي والبدن ما يجاوبش كما قال فما حاجات نعرف انا ريت برشا جوارات في النجم الرياضي الساحلي فما ميزان زايد على قليل ما نحبش نسمي اسامي ايش كلمك فما ميزان زايد انا ريت في الملعبيه نتاع النجم الرياضي الساحلي وكانه معناتها اسكو عملوا بريباراسيون المدرب لهنا اليوم حتى كي كنا مع فوزي البنزرتي اسلام ينحيلك كيما نقولوا عندك بوا زايد ينحيلك فلوس اليوم الستاف تكنيك هو اللي يخدم عليها فما ملعبيه في النجم الرياضي الساحلي فما ميزان ما فماش كذبه ما ليناش ملعبيه كيما نقولوا عملتك البريباراسيون فما برشا ملعبيه عنده ميزان زايد ويجي نرجع لك علاش قلت لك انا سيريدا راهو الملعبيه راهي من عند ربي كالروح هذيك وكالجرينتا وتحب تربح هذا اللي قلق انا اليوم في النجم الرياضي الساحلي والاكيد البارح انا قعدت تحكي على جرينتا بلاش بريباراسيون لا اي نحكي لك عند ربي هذا اللي تخوف قلت لك في النجم الرياضي الساحلي اعطيني الحب الانتصار بعد الرياكسيون بعد الهدف ما رينا حتى شيء ممكن في قادم الايام نجم ليتوال تتصلح تكتيك وتكنيك اما هذا ناقص البارح الملاعبيه النجم الرياضي الساحلي شو مرحبا بمخرج دابوس سيريفا قول شوف قله الانضباط والله اعطني سيريفا لا ربي عايش بعدش خلينا نكمل كلمتي هو باش نرجع لك قبل ما تتكلم انت ملي تفهمت يا اخي تو كي نشوفوا ليتوال كيفاش خسرت بارون ايرور تاع بن علي عمل البينالتي فما فيها شويه تهور يعني خسرت ليتوال بينالتي مالغري لي بروبليم دو ليتوال وتخسر بينالتي مع مستير وانا البارح قلت لك راهو تو الوقت الحاضر راهو مستير جاهزه اكثر من النجم الرياضي الساحلي وما عادش تجي مخر
لا اسمع عجي مخر قلت له انت سبب كلمتين قولها لك كلامك صحيح عجي مخر وانا نجاوبك انا مازالش ورقه حمراء البارح جا مخر قلت البارح جا مخر لا ساعه اولا رو انت سبب جيني كوشمار او في بالي في بالي وي معاش يجي نوم والله معاش معاش ينجم يرقص معاش ينجم عندك جواب يقعد يخفن يخفن واضح احمد كملوا على الماتش باهي اسلام بالنسبه الى وضعيه النجم الساحلي عند الحديث بخصوصها لابد من التريث والتحلي بنوع من الموضوعيه. النجم الساحلي كنا نتذكر وضعيته قبل معناتها اشهر. حاجه اخرى النجم الساحلي الوقت هذا عام الاول كان متاهل لدور المجموعات لمسابقه رابطه ابطال افريقيا، ولكن بعد شفنا الموسم كيف انتهى بالنسبه للنجم الساحلي، كان موسما كارثيا. والان بعد مرور جولتين ما نعرفش انا لماذا هذا التهويل والحديث على وضعيه النجم الساحلي وكانها معناتها صارت كارثه. جولتين انهزم فيها من النجم الساحلي، هذا عادي جدا لان شفنا المشاكل والصعوبات التي واجهت الفريق في بدايه الموسم، هيئه تسييريه جديده، انتداب مجموعه من اللاعبين تقريبا 10 لاعبين اغلبهم ما ينشطوش وهذا عادي جدا، الفريق ينقص كثير من الانسجام وكثير من التكامل، لكن هذا ما يمنعش اللي النجم نقوم ببعض الاستنتاجات بخصوص مباراة البارح. أولا النجم الساحلي اصطدم بفريق جاهز بدنيا أكثر منه وكانت عنده الرغبة ولونفي أكثر كثير من النجم الساحلي، فريق معناتها كان كومبيتيتيف يلعب تشامبيونز ليج وقدم فيه مردود ممتاز، فريق تقريبا فيه برشا لحمة برشا انسجام وفي تكتيك على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الانضباط على كل شيء، وحتى عن بدنيا كان أفضل كثير من النجم الساحلي. بالنسبة للنجم الساحلي المنتدبين بالنسبه للملاعبيه سواديزون لي كادر والملاعبيه اللي جابهم النجم الساحلي اللي هما اصحاب الخبره والمخضرمين، مردودهم البارح كان دون المتوسط وهما مطالبين باش يطوروا في مردودهم وباش يحسنوا في ادائهم حتى يثبتوا اللي هما راهم قادرين يلعبوا في فريق كما النجم الساحلي. الحاجه الباهيه هما فما مجموعه من الشبان من الملاعبيه الصغار اللي أدائهم كان مقبول وهما قادرين يتطوروا وقادرين يقدموا الإضافة للنجم الساحلي مثل لاعب شوشان تقريبا مروان إذا كانت شطرني الرأي. حاجة أخرى بالنسبة للمدرب أنا تقريبا سي حمد الدو ملو موش كثير، معناتها الفريق لم يكن الفريق مش ما كانش على ذمته فريق كامل بالمنتدبين متاعه على مدة طويلة باش نشوفوا الخدمة متاعه ونشوفوا العمل متاعه. سي حمد الدو لابد من التريث، لابد من الصبر على جمهور النجم الساحلي أن لا يستعجل الأمور، أن لا يعقد الأمور بالنسبة للفريق، على الهيئة المديرة زادة كذلك أن تسعى من أجل تعبئة الموارد المالية والبحث عن مصادر تمويل الفريق، لأن النجم الساحلي لا يمكن له في بمختلف فروعه أن يعيش دون مال، خاصة وقت العائلات الكبيرة التي كانت تمول النجم الساحلي على مر التاريخ يبدو أنها رفعت يدها على النجم الساحلي، عائلة إدريس، عائلة جنيح، سي رضا شرف الدين إن شاء الله نتمنى له يعني خروج مش ورشة. لا دائما على مدى على مر التاريخ عائلة جنيح وعائلة إدريس كانت دائما داعم كبير ومساند كبير للنجم على مر التاريخ على مر التاريخ، معناتها هذه حقيقة لا يمكن إنكارها إسلام. على الهيئة المديرة هي ساعية وتسعى بكل ما أوتيت من جهد باش تلوج على مصادر تمويل للنجم الساحلي، لكن هذه المجهودات لابد أن تتضعف أكثر حتى مثلا على الأقل يرجع لاستقرار العائلة ومحيط النجم الساحلي. بالنسبة إلى الجمهور، على الجمهور زادة إذا كان يحب النتائج ويحب وضعية الفريق تتصلح لابد أنه يقتني الاشتراكات، قدوة باللي صاير في النادي الافريقي والترجي التونسي، علاش النجم الساحلي بالقاعده الجماهيريه العريضه الكبيره نتاعو علاش ما يوصلش الجمهور نتاعو ل 20,000 و25,000 و30,000 مشترك؟ وين المشكل يعني؟ ما فما حد شنو يمنع معناتها على زاد جمهور النجم الساحلي ان داكورد ووقف معناتها وقفه صحيحه مع فريق، وشفنا معناتها كيفاش شنو عمل باش تترفع انت المنع من الانتداب على النجم الساحلي، لكن زاد الجمهور عليه شويه صبر ما يزيدش معناتها يأزم الوضعيه، ما يزيدش معناتها كيما نقولوا ما يعني يعفن شويه الاوضاع، ان شاء الله معناتها النجم الساحلي يرجع له الاستقرار المنشود ويكون مردوده افضل، لانه في استقرار النجم الساحلي راه من مصلحه الترجي التونسي، خاصه نحكي اللي يلعب في الشامبيونز ليج باش يكون النجم الساحلي قوي، النادي الافريقي قوي، النادي الصفاقسي قوي، الملعب التونسي وكل فرق تكون قويه باش يولي التنافس اقوى في البطوله ويتحسن الاداء والمردود تاع الفرق الكل. باهي نمشيو لفقره مافيولا مع مختار دابوس وبعد نكملوا نحكيو.
موديولا. باهي مختار، يبدو لي فما نقطة واحدة الأهم في المقابلة، نقطة ضربة الجزاء مي صعيبة برشا غالية. اي مصعيبة لخاطر هو الاتاكون سهلها على الاربيتر باعتبار تعرف سونتراج كي يبدا على جنب مغاديك ديما نشوفوا شكون لعب الكرة قبل فهمتني، رينا الاتاكون عمل الكونترول للكرة، رينا المدافع يمكن بيتهور نجم نقول لك ولا في الكورس فهمتني. هنا راهو المدافع ديما نعاودو نقولو راهو الحكم مش موجود هنا باش يحمي المدافع، راهو المدافع في الكره في اليد ولا في حاجه لازمو يعرف وين يحط يدو وين يبلاسي روحو. المهاجم كان باش يدخل الزويت كانت فما فرصه محققه، رينا الكونتاكت ما بين المدافع والمهاجم بدن في بدن، الحكم قرر ضربه جزاء وكان قراره صحيح في الاعلان عليها. واضح به. نكملوا نحكيوا على اخر التطورات في الفريق. احمد خلينا نبدا معك انت. ربي اسلام كلمه بركه آه. كلمه باش نعطي حق نضال طيف رينا اربيتر مدي جي نجي جويني الحقيقه نتاع ربي خلينا نبداو واضحين، خذا عهد على روحه اللي كونه باش يكونوا نيفو نزال طيف رينا سميت سينيجي جويني. اي مش الحاجه لا لا الحاجه اللي تبدا حق اول مره سميها من عملو مش هذا السؤال اول مره السؤال عليه قبل ما كان شويه لا سمع الكل الكل العباد الكل لا كان... لا علاش سميته بالاسم السيد المشرف العام نجي جويني ابطاه الله وحفظه الله. يبدو انه فما اتصالات معاك ولا حاجه بتدخل معاك. ليه ليه فماش هو اصلا ما يعرفنيش ذولي مش اتصالات هذيك اللي غايضني انا المجهود هذا كل عام ونص مع سلام فهمتني وما يعرفنيش كمل لي نضال طيف رينا كاليبر نتاع اربيتر الحقيقه نستناو فيه الاشياء الافريكان يحبوا الراجل يتقدم يحبوه يكون الزفاره هذه نتاعو كان يستعملها في بقيه ماتشواته باش يكون عنده شان كبير في قطاع التحكيم نضال طيف. باهي خلينا نبدا معك انت يا احمد الموضوع تابع نجم الساحلي ايضا برشا كلام على اقاله حمادي الدو كان جبد حتى مروان حكى شويه البارح جزء اسماء مرشحه اللي هما اسحاق الدريدي ومحمد المكشف قبل حس عملنا شويه اتصالات زوز تقريبا ينفيوا يقول لك الى حد الان ما كلمنا حتى حد بصفه رسميه. مثلا محمد المكشف يقول لك بعض الاتصالات اللي ما هيش رسميه من عباد مقربين والا لا، لكن اتصالات رسميه من زبير بيا والا المجموعه اللي معاه حتى التو ما اتصل بهم حتى حد. الاسامي الزوز معناتها اللي سميتهم اسامي من اكفأ المدربين التوانسه يعني تقريبا، وهذا اثبتوه في كل المحطات التدريبيه اللي خاضوها سواء لسعد الدريدي بالخبره نتاعو بالتدريب والفرق التونسيه الكبرى كل باستثناء الترجي الرياضي التونسي صار ان شاء الله تجي فرصه لسعد. يعني مش انا باش نحكي على كفاءته التدريبيه والا على ولا على مهاراته ولا على خبرته، كذلك المكشر كيف كيف زاد من الكفاءات معناتها الصعاده في التدريب واللي اثبت زاد اللي هو مدرب كبير برشا. لكن اللي نقوله انا زاد بصراحه الانسان يكون يتحلى بشويه موضوعيه، انا نرى من الاجحاف ومن الظلم الحمادي الدو اللي بعد جولتين نحكيه على الاقاله نتاعو. انا في تقديري على النجم الساحلي انه يعطي المدرب هذا الفرصه كامله ومن بعد ان يقيم على الاقل خليه تمشي البطوله 5-6 ماتشوات وخليه يكون الافكتيف كامل على ذمته على الاقل لفتره معينه باش النجم نحكموا على الحال على السيد حمادي دو. انا اللي نعرفه اسلام اللي انه زبير بيا منذ توليه رئاسه الهيئه التسريبيه للنجم الساحلي اتصل بالمدرب لسعد الدريدي وقال له اقعد معناتها اون انستونس راك انت باش تكون المدرب نتاع النجم الساحلي في الفتره المقبله. يعني شنو تستشف منه هذا وشنو تستنتج منه اللي يراه الهيئه التسييريه للنجم الساحلي ما فماش نوعا ما من الثقه الكامله في قدره السيد حمادي الدو على انه هو يكون البروفيل ايديال والمدرب الملائم للنجم الساحلي. انا اللي نتصوره فما زوز ماتشوات جايين للنجم الساحلي اللي هما سليمان وتطاوين باش يكونوا هما تقريبا الروبير باش يكونوا هما المقياس على اساسهم تقيم الهيئه التسييريه للنجم الساحلي العمل نتاع حمادي الدو. اذا كان ما حققش فيهم نتيجه ايجابيه انا نتصور التغيير ات لا محاله. مروان انت لمحت عليه الموضوع البارح ويبدو لي برشا حتى عرضوك، لكن يبدو لي الوقت اثبت انه الكلام معناتها ماهوش غلط. اكيد سليم راهو كي تجي تشوف انا ممكن مانيش فرد كلام انا واحمد يقول لك اليوم على دو ماتش ويتنحى انترونور باش تصعب الامور اكثر.
وكما على دو ماتش تنجم تقيم مدرب معناها بيان سور. انا شنو بيان سور؟ بيان سور ليه 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 فما حاجات لوجيك يا احمد. لوجيك شنو؟ لوجيك خاطر كي ما تاخذش بايك من الاول انت بايك تاخذ بايك من الاول بعد كمل تطيح ليفيزيون 2. اليوم ما تراش يشكل خلينا نكونوا موضوعيين يا نحكيو بصراحه. انت كان تنقذ الفريق من الاول اليوم راني عمليه ونحكي من احسن مدربين راهو حماد الدوره شنو تبدل شنو؟ لا لا نحكي لك اليوم كان يعرف يراني ما عادش يعرف. لا 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 مش اليوم حتى من رأيي أنا حتى هو اليوم زوز مقابلات خسارة يولي مش كثرت البريسيون عليه ويمشي خير خاطر نتائج باش تمشي وتكثر. اليوم حتى الجماهير مطالبه بالتغيير حياته معناتها معارضه للبريسيون. هاو فوزي يقول لك انا راح قيموا العمل نتاعك فوزي حتى فوزي هاو مدربين كبار يحكيو فيها. خلينا من نحكي وخلينا من نحكي انا نعيش بالنتائج ما تمشيش معايا ماتش اثنين روحي ونمشي. خلينا نكونوا على هذاك هو المدربين خلينا نصفوا الناس خلينا نصفوا الناس نعرف باهي ما عارف هل خاصه الماتش اليوم ما عندوش افكتيف الماتش الثاني اللي كيف مش حاضر سير تحب نحكيو تو باللوجيك بالمنطق واللاعبين تسمع فيهم اللوجيك والمنطق ديما نقولوا نتاعك انت معناتها اسمع اللوجيك والمنطق يا اسلام البارح نحكي احمد عنده لوجيك اخر ومنطق اخر. اليوم انت مسؤول عن الانتدابات كحمادي الدو وانا ضد الفكر نتاع مدرب كيفاش مسؤول هو اسمعني بيان سور كي لا الشرميتي وعبد النور وزوين لا لا لا, لا, لا اليوم كي راهو فريق كامل اسمعني يا احمد كي راهو فريق الكل باحتراماتنا للسبيكسي وكلهم ابناء النادي السبيكسي يعرفهم حمادي الدو اسكو زبير بيا معناتها يعرفهم هذوما الزبير ما يعرفوهمش ولا الشميتي ما يعرفوهمش حمد الدوي يعرفوهم يا مروان هما متدربين عنده. خلنا اسمعني ما خدتوش الراي العام الناس الكل تعرف راهو ملاعبين البروفيل مثلا الشوات مش ملاعبين يا احمد يا احمد يا احمد هنيت مش ملاعبين يا احمد يا احمد دكدوك مش ملاعبين. خلينا نحكيو على فرق دخلنا في المليون اللي لبسوا احنا. انا ضد الفكر مدرب يجيب ملاعبين خاطر اسمعني في تونس راهو فما مدربين راهي تاكل باش يجيب ملاعبين السفر. انا مانيش نتهم في حمادي الدوره انا فكر مدرب يجيب ملاعبي فما 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 اداره وفما شكون اللي لاهي بالانتدابات وهو اللي يجيب الملاعبيه. المدرب اليوم نتحي حمادي الدوره انا راني مش نحكي على حمادي الدوره وسمسار ولا كذا. لا 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 انت كيفاش حكمت عليه؟ نحكي لك اون جينيرال انا اون جينيرال اليوم الملاعبيه ذوما اللي جابهم المدرب غدوه يساك ويمشي على روح اسكو من بعد كيما نقولوا الناس الكل تكلم المكشر والاسعد ريدي اسكو راضي بيهم اليوم الملاعبين الموجودين باش يكملوا ياخذوا هو التراب كاسامي ممتازين موجودين في النجم الساحلي. نحب لهم برشا خدمه ممكن عنده فكره المدرب ناس طايحه فيزيكمون اليوم ما شقوش في قيمه المدرب حمادي الدو مكان اسمك راك ما تنجمش تكون هذا ملاعبيه الادنى واحد فيهم عنده 5-6 شهور ما لعبش ما تنجمش النجم يصبر شهر خلي الملاعبيه هذوما يوليو كومبيتيتيف الملاعبيه هذوما يوليو جاهزين بدنيا باش نجم نحكم على المدرب. اي ليه 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 معاك فكره هذه الغلطه من الاول انا ما نجيبش ملاعبي ماهوش ما يكونش كومبيتيتيف هذه معاك ما عندكش فلوس لا ما عندكش فلوس ما نجيبوش لاعب من السبوار. اي شو نعمل لاعب اللاعب انا عندي الفريق الثاني نلعبه من سونتر فورماسيون يا احمد انا نجيب ملاعبي كاليتي ونصبر عليه خير ما نمشي بالمنطقه نتاعك. انا مثلا باغ اكزومبل انا اللاعب وليد من ابناء النادي وحتى كي يغلط الجمهور يصبر عليه لا اليوم باش تحسب الانتداب ليكيب الكبار ما تلعبليش الصغار ما عندهمش كاليتي. على فكرة اسلام انت جبت على موضوع قلت كيفاش يتنحى خلينا نكونوا واقعين نحكيو على النجم الرياضي الساحلي في بطولة تونس راه البارح بخلاف لوكازيون اللي ضيعها عبيد ما خلقت حتى فرصة للنجم الرياضي الساحلي شنو تقول لي؟ لا لا نحكي لك نحكي على الماتش ما خلقت نحكيو من المعقل النجم الرياضي الساحلي وانت عندك الفريق هذا عنده شهرين عملت بريباراسيون عملت ماتش ويتاميكا قديت كورت عملت منه ما تخلق حتى فرصه في بطوله تونس ومريول لي طوال هكا تو نحكيو واليوم تقول لي انت المدرب علاش يتنحى واضح هاي واضح واضح فيك راي سيدي خلينا نسمعوك خويا. بصراحه انا جون سوي با داكور على الموضوع هذا ماذا بينا نعطيه يقدر ونحترمه المدرب ايا كان اسمه. هذه كلمة مدرب ومدربين يسمصروا وما يسمصروا هذه حاجة على حمادي الدورة نعرف مش على حمادي وحنا عندنا مدربين تسمصر انا قلت يعني مدربين هذا رايك عندنا مدربين يعني خايفين ممكن تكلموا الناس كل تعرف خلينا نكمل واضحة الفكرة وصلت جاتك جديدة هذه سيري ذا انا ما نعرفهاش انا نعرف مبروك عليك فما مدربين تاكل كل وكل لا باش علينا تو باش علينا باش علينا انا علاش انا فرق ما بيناتكم نتكلم انا صح عليك نتكلم صح عليك اخي ما تعرفوش هذا ما تعرفوش الكلام هذا وصلت الفكره خليه يتكلم. اولا نحترموا الناس المشكله وين اخويا سلام هو انه حمادي الدو اخترته الاداره القديمه شو نقول انا من حق الاداره الجديده غير مقتنعه بعمل حمادي الدو هذا موجود في النوادي وفي العالم الكل
انا مقتنع بك انت وفهمني مش مقتنع بك، هذا كلام يصير هذا. لكن شو نقول انا لو مينيموم دي شوز لو مينيموم نخليو حمادي الدو يكمل ماتش طويل، ونخليو حمادي الدو يكمل ماتش نتاع سليمان جايين. هنا نحكموا على اربع مباريات. مروان غلط قالك عنده شهرين ويلعب في ماتش هو تاميكال بهالفريق هذا، هذو من الجمعه الاخرى مازالوا ماهمش كاليفيه بورتون انفورماسيون ساعه، هذو ما الجمعه اللي فاتت ما يلعبوا مقابله وديه كي ماهمش كاليفيه مع شكون سي مروان معناتها تو هذو ما جابهم سي حمد الدو تو كيف يجي لسعد الدريدي ولا يجي محمد المكشر يقول له انتوما ماكمش ملعبيه اي بعدوا عليه منين نجيبوا الملعبيه؟ فما في السوق في تونس فما ملعبيه؟ فما ملعب سميني ملاعبي في بالك في بالك اجا كلمه لا خليني كمل خليني كمل عايش خليني كمل البارح خليني كمل عايش قلت لنا ما فيها حتى واحد من ابن الفريق الله غالب على هذا هذه غلطي انا راهو نحكيو على نجم رياضي الساحلي مدرسه تاع تكوين ملاعبيه راهو يلزمك تعترف وانه المدرب نحكيو على مدرسه قويه في تونس راهو مدرسه تكوين شوبان اليوم التون في حمد داوود اليوم نحكيو جينيرال واللي فاهم ما تنجمش كان بولادها راهو شوشين والجمعيه قدام عبيد والجمعيه لا لا انا نحكي من قبيله يحكي وما كلمت اي تفضل اي بسرعه تو كيقول لك الجمعيه اي هذا ذنب المدرب حمد الدو شو ذنب المدرب صحيح صحيح انا معك ما لقاش افكتيف جاب جماعه يعرفهم سوليزون اقرب له في افكاره من حق المدرب يعطي رايه وباهي يا سيدي من حق الاداره وش بين الاداره ما جابتش علاش خليت المدرب يجيب هذين غلط وانت وينك هذين غلط هذين اللي نحكي عليه ما نرميوش ما نرميوش عرفنا اللي المدرب هو اللي جابها من المدرب هاو هاو اخي انا مثلا انا اللي نعرفه صايره بالتشاور الامور بين بيناتهم الزوج تسمع فيش شحال نقول ولا السيد قال سي حمادي الدو جاب لنا ملعبيه ما نجبناوش على العباد ايوا علاش قلت لك مش كل شيء مش كل شيء مش بزوج جاب حماد الدو اش بيهم الملعبيه على شوات خايف يا سيدي نمشي معاك انترناسيونال دك دوك كيف يا احمد يا صاحبي عايش مخبينا يا انا معاك توا اين هي الاداره اين هي الاداره واضح ما يتناقش المدرب تقول هذوما ما همش نتاع الاتوار على تجيب فيهم حبيت تقول حاجه مختار والله انه يعني قد بيت انا في سيدي احمد وقت اللي يقول دكدوك وشوات انا شفنا شوات في تومكم انا عادي جوار عادي ما نبش جيبوا فانت كارير اللي تو انا ما بين لا بالنسبه لي انا السنين نتاع الكلوب اللي مشى لجرجيس خير منه بون بالنسبه لك انت اما في السي في والكارير وشوات عمل خير من اللي جاب انا شوات انا شوات هو شرميتي سمعني يا باه خلنا نكلمك هذا الفرق ما بينك انت ومروان مروان يحكي محب غايرته وضع النجم الرياضي الساحلي انت تقيم فيها بطريقه مثالش ونستناو والجمهور ما يستناكش والجمهور ما يستناكش احمد الجمهور ما يستناش الجماعه انا كان نجي تحكي عن النادي الفريق النجم الساحلي يا دي كيرت ولا غير كيرت انت ماكش محب للنجم الرياضي الساحلي ماكش لازم تمشي لسوسه توقع في قهوه تسمع العباد اش قاعدين نحكي وتو تعرف شنو راينا باش تبدا تقول باهي دكدوك وباهي شوات وباهي شو انا ضد لاعب ينتمي الجمعيه كبيره ويجي يعدي فيها فان كارير هذه حاجه ثانيه حمادي الدو تبدا تحكي على حمادي الدو راه واقع هو انا بالنسبه لي انا كي راه حمادي الدو هكايا كنا نراو فيه عملوا في الملعب التونسي شخنا كنا على الستيل دو جو اللي عملوا الملعب التونسي ما نجحش في السي اس اس ريت فما جور نتاع دي زونترنور الحقيقه انت ما نجحش في السي اس اس شنو سكوب كوب فينال وهزوا شنو لازم تهزوا النادي الافريقي كيفاش تحبوا لازم تهزوا النادي الافريقي بينانتيات انا نعطيك حاجه فما اسامي ما تخممش فيهم الجمعيات الكبار تير تبدا تخمم فوزي بنزارتي ما تخممش ما هو يطلع بشويه رينا حمد الدو ناجح مع ملعب تونسي معك قلت لك ما هو بشويه بشويه يطلع لي بالي كي باش يقعدوا فما اسماء معينين يقعدوا في الجمعيات الكبار ما عادش مدربين الاخرين يخدموا يبطلوا هكا هاو لا انا هذا رايي بالنسبه لي انا خليني اسالك انا على موضوع اخر خلينا نتعدي ويزي قعدنا برشا في الموضوع هذا على زبير بيا البارح عمل بوليميك وجوده في قناه ابو ظبي سبور في الامارات يحلل في مقابله الوصل
والحق نسيت شكون الجمعيه الاخرى في الدوري الاماراتي الوصل والعين في نفس التوقيت اللي نجم الساحلي يلعب في المقابله نتاعو. جمهور الاتوال صار كاين انقسام، فما شكون يقول لك خدمته هذه يخدم على روحه، فما شكون يقول لك لا حتى برستيج رئيس الاتوال ماهوش باهي ماهوش تبع في جمعيته ماهوش مع جمعيته ماهوش واقف على ولاد. انت شنو رايك هنا؟ حاجة عادية هنا، راهو الرئيس الجمعية ما عندوش كونترا مع جمعيته وقت اللي تقول لك أنا رئيس، باش تقول لا راني باش نكون رئيس ومانيش باش نحلل في حتى قناة، لكن هذه سابقة الحقيقة ما ريناش رئيس جمعية، جمعيته تكور وهو في قناة خاصة يشجع ولا يتفرج في جمعية أخرى. هو باش نذكرك فما فيديو ريناه الجزيري وعثمان جنيح يذولي اللعبة في رادس، وأنا كاميرا مركزة على عثمان جنيح وذولي تمركبونتو في الدقيقة الأخرانية، رينا فرحة هستيرية لعثمان جنيح. معناها العادي اللي يكون رئيس جمعية بالمشاكل وبالخلاصات وكذا انه كونه يتفرج في جمعيته. انا بالنسبة لي انا ما نعرفش شنو بلكشي هو فرض عليهم وبكشي هو قاعد يخلص غادي كما نتصورش كان زبير اكيد قاعد يخلص مش بلاش حاجة عادية باش يكون كان قاعد يخلص وتفاهم يقول لك انا مش شد البوست هذا مش باش نحي البوست هذيك انت ونو فاهم اللي صارت. لكن الحقيقة هي سابقة، عمري ما ريت رئيس جمعية جمعيته تكور وفي الحالة وخاسرة وش ما زلت باش تعطي ولا باش تحلل في قناة خاصة وانت بلغ الخبر اللي جمعيتك وكملت خاسرة. هو في نفس الوقت تقريبا الماتش بيناتهم ميتون شنو خليني اخذ رايك مروان. اكيد مع الفكر اللي يحكيه مختار ما يتبقى سليم، راهو اليوم ما ننساوش اليوم راهو الجمهور اللي هو اللي فرض بايا باش يكون رئيس، عطى ثقة في بايا. زبير كما قلت لك ممكن عنده عقد مع أبو ظبي ذوليك عنده عقد يحترمه خاطر جات كما نقولوا في وقت هو ما تصورش معناته كان محضر له بشد رئيس. ممكن خدمته كما نقولوا يسترزق منها، ما يتبقى جات في وقت مع مباراة اليوم يذولي تعطي معناته كما نقولوا نعطي الأولوية لفريقك، معناته لازمك تكون موجود غادي وباش تشجع الملعبية وباش تكون أنت حاضر. ممكن هذه الغلطة اللي صارت ما يتبقى يخدم على روحه، وذاك النجم نقولوا كهو سيدا أوكي خدمته متفاهمين به، لكن ما تشوفش معناتها مش حلو اللي شفناه، معناتها كان نجم ينسق وقت التحليل نتاعو وقت الخدمه نتاعو على الاقل مش مع وقت ماتش ليتوا. شوف فما حاجه باش نقول لك عليها، اولا ساعه الاخ زبير نعرفه مليح وخدمنا مع بعضنا في نفس القناه، مرتبط بعقد به. انا بريزيدون تاع ليتوا، انا زبير بيا تو نكلم فيك، انا بريزيدون تاع ليتوا ناخو في سالير ما هو سالير وربي يزيد وربي يتمع معني، و25 سنة مهنة وش البارح راه ولا محلل 25 سنة من قناة دبي انتقل إلى قناة أبو ظبي، 25 سنة يخدم ويصور في الفلوس وربي عينه وربي يزيده وعنده عائلة به نبعد معاش نحلل. أنا توا خدمتي محلل جات الظروف باش نولي أنا بريزينو مع الناس الكل موافقة على زبير بيا رئيس، اي نقعد انا تو نحي 40 مليون ولا 45 مليون ولا 50 مليون نصور فيها في الشهر، نقعد انا في 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 سوسه كيفاش نعيش؟ وفما بريزون ما عندوش معمل ولا ما عندوش مصنع ويخلي بيرو، ما فماش بريزون عنده بيرو طبيب من الصباح حتى الليل وهو يخدم في بيرو نقولوا له علاش تخدم؟ هذا زبير بيا المهنه نتاعو. ما جبتش على سؤالي لهنا، المهنه نتاعو محلل رياضي، علاش حطيت بريزيدون انت يا سيدي؟ يا اخي ما تعرفوش اللي كان سامعني مثلا انت خلت فعلا معك باللحظه باللحظه ما قلت لك انت قلت طبيب ولا عنده معمل اي قلت لك ينظم وقته بعيد على وقت ما تويتلي وقت خدمته جات الخدمه لبرا. انا ما انا في بقعه زبير ما نرفضش 50 مليون خويا، هاي خلينا نقولها لك، هاي هاني بريزيدون تاع ليتوال. كان جيت بريزيدون وعندي معمل وعندي مصنع ولا طبيب في تونس ونخدم، والله تلومني كي ما نحضرش مهنته واكل عيشه وعنده اولاده. يا خويا لازمنا نحترموا المهنه، صحيح ماذا بينا يكون موجود يبارك يا اخي تو يكون موجود ما اي ما نجمش هو يعتذر يعني مثلا للقناه، ما نجمش يعتذر للقناه سامحوني ما هو متعامل معاهم ولا يخدم معاهم نجم يخلصوا يسامحني دقيقه. شنو المشكله اليوم كي باش نكلم القناه نقول لهم اليوم عندي ماتش وانا تعرفوني اليوم كرئيس النادي النجم الرياضي الساحلي نجم اليوم هذا راني ما نجيش. ايوا انا شكون شنو المشكله شنو معناتها ما نحكي لك انا راني شكون يخدم وربي معاه نحكي لك فما كان زبير فما شنو حاجه اخرين خلينا نكلمك عايش من فضلك خاطر تعرف قيمه
خلينا نتكلم شوية عاد. لما تعرف قيمة زبير كمحلل يجي احكي معايا. يا اخي اي واحد يحلل. دي عارفين هذي في العالم كله يعرفوا زبير بيا. وموش يحلل لك حتى الدوري نتاع الامارات. يحل في الشامبيونات يتالي زبير بيا. واضح هاي زبير باي رئيس النجم الساحلي زيد زبير باي رئيس النجم الساحلي ممكن يكون محلل راه رئيسنا برا شوف لسامي اللي شد النجم الرياضي الساحلي برا شوف لسامي الوزر اللي شدد ذولي مش واعي اللي هو رئيس النجم الساحلي ليه علاش حطيته بريزدون يودي مش هو حطيته هو عنده خويا يحلل يقول اني نعتذر هاني مش الساحلي زبير مش رئيس يتفرج في الاطوار واضح واضح كل واحد وصل الفكره يا خويا انا مع زبير نخدم على روحي وصلت الفكره واضح احمد اي شنو رايك مع شكون انت باهي تو حتى اللي يبدا يسمع فينا في الراديو يقول لك تخي تي هو زبير يحل هو مش داخله مش يهمهم فيه يحلل ما يحللش اموره هذيك مع النجم الساحلي انا نقوله هل غياب زبير بيا وذهابه الى ابو ظبي وما حضرش ماتش الاتحاد المنسيري والنجم الساحلي اثر على نتيجه المباراه وعلى عطاء اللاعبين وعلى استعداد اللاعبين للمباراه ليه زاد الرئيس عنده اهميه في الماتش غياب خلينا نكمل عاد مروان عايش حتى مباراه الملعبيه مروان خلينا نكونوا موضوعيين شوف يزين هذه ما معناتها الشعبويه هذه المقيته شوف ليه عنده اهميه في خلينا نكمل عاد خلينا نعمل انا لونشينمون نتاعي وبعد انت يقول لي عنده اهميه ولا ما عندوش اهميه اخي انا كان كل بريزيدون حضوره يكسب جمعية مباراة رأي الناس كلها تقف في البطولات والكؤوس مسألة معنى تحضير اللاعبية وتحفيزهم نفسيا ومعنويا بالدرجة الأولى مهمة الإطار الفني والمسؤولين هي مهمتهم توفير كل ما هو لوجيستيك وتوفير كل الظروف للفريق باش يحقق نتيجة إيجابية يعني وجود زبير بيا من عدم وعافل في المدارج ولا مش في المدارج أنا في تقديري لن يغير واقع المباراة ولن يؤثر في مستوى الملاعبين الذهني والبدني وكل شيء كل مباراة معنا في التيران كل مباراة والرئيس لازم يكون موجود انا حاضر لازم مروان شمعنى لازم الرئيس لازم بينا مقياس مروان شنو تقول مع حتى دخل شنو يزيد شنو يزيد يزيد بيان سور شنو يزيد يدي حد الرئيس تبدا بحذاك ودي داخل التيران زيد احنا عندنا شعور كملاعبين ولا كملاعبين نحسوها ما غير ما تقول لي عمليا اقبل خيش كلام فضفاض عمليا شنو يزيدك اذا موجود انا مثلا كي راه البريزيدون حلق لينا نبداو كيما نقولوا يد واحده الناس الكل حتى البريزيدون خير ما نقول مثلا شو نحن هابطين للتيران شو البريزيدون تاعنا وين واضح كل واحد كل واحد كلمه ونسكر الموضوع زبير بيا كان حاضر في مباراه بيجا ممكن في تونس خسرت واضح مختلف انا مش قلت حاجه انا مع مروان انا كنت نعمل كاتريام وندخل في السياره الترجي باش نشوف النوامر نتاع الجوارات بجنبي يبدا على يميني حمدي المدي حمدي المدي يبدا واقف فوسط الفيسير لداخل ونبدا نعيط انا بالجوار وهو يبدا يعيط له يا بوك واحد يعمل روتار بدو سكوند راهو يتنرفز ما سمعتش ربيت اللي عيط لك ايش عايش ولدي يقف هو ويعطيه نمروك ويبدا يبيش دخلها في الفيزيو تاعو نحكي لك انا الشريط مورال للملاعبيه ويعمل جيست للجوار يضربوا على كتفه واضح واضح هاي نمشيو فاصل 10 ثواني 10 ثواني هو حكى على سيد حمدي المدب وتات مباريات حتى في رابطة الأبطال الإفريقية والسيد حمدي المدب تعذر عليه الذهاب والترجي يربح خاطر فما ستركتور يغيب سيد حمدي المدب فما رياض بنور يعمل كل شيء علي نربطوا فيها هذي خاطر انت ما انا نجاوب في ذا لا وحمدي المدب كي حضر باش تربح التراجي هاو باي حضر كي مانيش هذا مانيش عر نحي النتائج رئيس لازم يكون موجود مع الملعب في الاخر ماتش مش معناتها لازم هذايا باش تقول لي كان باش يربح وكان ربح خسرت ماتش باجا خاطر الزبير ما حضرش احنا اونجي نحكي لك اون جينيرال كم لاعب يحب الرئيس نتاعي كل واحد وصل فكرته واضح موقفه نتعدى ماهيش مربوطه بالريزلتات نمشيو للموزيكا وبعد نكملوا بقيه فقرات الحصه نتاعنا اليوم